القنفذ ده بقى له يوم ما اكلش، هو بياكل ايه؟ ايه ده انت اكلته؟ يا ابني القنفذ لا بياكل ولا بيشرب، ده زي الصبار كده كل ما تهمله يكبر. سبحان الله. اه يعني بص مثلا ايه؟ بص. بس كده. يومين وترشه. طب هو القنفذ ده ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني هو مثلا نوع من انواع الشجر ولا هو فار شعر وحش؟ ان فار شعر وحش دي فصيله اسمها فصيله القنفذيات. دي اللي هي بقى مميزه ب تيجي نحميه. يلا. بس الله. انا مش عارف اسرح القفاز ده. قفاز ايه يا ابني؟ اسمه قنفذ. اي حاجه يا بهجت، مش عارف اسرحه وخلاص. طب ما تجيب له شعر على جنبه وخلاص. طب بقول لك ايه، ما نكلم على فتاح الجرين نقوله بتسرح شعرك ازاي. دي فكره صايعه جدا. طب اقول لك على حاجه. بص، احنا ممكن نحلق له كابوريا من الجناب بحيث ان احنا نعرف نمسكه. يا ابني انت غبي، هنمسكه ازاي اصلا عشان نحلق له من الجنب؟ هيشوك ايدينا. سلطان انت ماسكه اصلا؟ اه. ايه ده؟ صحيح. اه اه امسك يا بهجت. اه يا سلام. دكتور بهجت، ممكن كلمة من فضلك؟ يا حبيبي بقول لك ايه؟ انت فتحت سلطان. ايه ده؟ انت فتحت سلطان في الموضوع بتاعنا؟ لا لسه طبعا، ما جاتش فرصة. ليه؟ ما انتوا قاعدين مع بعض، يعني ممكن تتكلموا مع بعض. ايوه حبيبتي احنا مع بعض، بس هو سلطان مشغول قوي بفكره لم الحيوانات والحاجات اللي انت فاهمها دي، فاعمل ايه؟ اه طيب، وقلك على سيره الحيوانات بقى، قول له ان كل حيوان محتاج وظيفه. صح؟ صح. وكل حيوانه محتاجه حيوان. الله يعزك بقى. يلا خش قول له بقى. طيب هجرب. ايه وصلت مع الحاجه ولا اي حاجه؟ سلطان ايه اكتر حيوان بتحبه؟ الاسد طبعا. اسود ده بيصعبها، اقول له ايه بقى على ده؟ طب انت عارف لما الاسد بيموت مراته بتبقى ايه؟ بتبقى لا مؤاخذه، ارمله. ارمله. اه ارمله صح. تصدق انا ابدا ارمله اصلا ان انا بفتحك حاجه زي كده. طب انت عارف ان في نظريه بتقول إذا مات الأسد أصبحت زوجته فريسة للأدغال؟ الأدغال دي حيوانات يعني بتاكل الأسود؟ يا ابني الأدغال اللي هي جمع دغل، اللي هو المكان الطيب النقي الذي يمتطى فيه الجواد. طب أنت بترغي معايا الرغي ده كله ليه؟ أنا مش فاهم. يا عم عادي، بفتح كده مفيش حاجة يعني، بفتح كلام. طيب ممكن بقى نشوف هنعمل إيه مع داليا؟ حاضر. الأسد ها؟ الأسد والصبيط أكتر حيوانين. السكة غلط أصلاً، أنا غلط إن أنا